حنا سمعنا بالطاقه بان منتجه ومنفعه للدوله ولينا. جاو عندنا اصحاب الطاقه، درنا الدراسه ديالنا، لقينا روسنا غندخلوا فلوسنا في سبع سنين، وتبقى لينا سبع سنين فابور ديال السقي، قيمه المازوت وقيمه الغاز. كنا نستعملوا البوطه ونستعملوا المازوت، ولقيناها مربحه وتوكلنا على الله. واخا بالغلاق توكلنا على الله في 2011، هذيك الساعه حطينا البون باق ديال 15 عاود ب 35 مليون باش حطيناها، ولقينا فيها النتيجه وبقينا غاديين. وحنا الاولين في المنطقه ديال ولاد برجال، انا الاول اللي حطيتها في المنطقه ديال ولاد برجال، ولقيناها منفعه. والناس دابا راه تبارك الله راهم غاديين خدامين ومنفعه لينا وللدوله والجميع. يعني حنا دابا هنا 10 سنين، حنا الحمد لله بخير وعلى خير، حنا خدامين بالطاقه، والطاقه مزيانه احسن لينا من المازوت ومن الغاز، وما كديرش لينا كتخلي لنا البيئه مزيانه. الشمس ما هياش، هي الغاز وهي المازوت. يعني حنا كناخذوا دابا من الشمس، ما كناخذوش من المازوت ومن الغاز، راه فيه كلفه. والشمس راه ملي كتدخل الفلوس ديالك داكشي راه كيبقى اقتصاد. حنا كنشتغلوا في مجال الطاقات المتجدده بصفه عامه، وفي مجال الطاقه الشمسيه من تقريبا من 98. وكنا بدينا بلي فورماسيون مع لامي، كانت من قبل كانت كتسمى الكدار. مع الوقت المهم الحمد لله خدينا شواهد معاهم اللي اهلتنا، ولينا دابا الحمد لله كنديروا دراسه المشاريع بالخصوص ديال في المجال السقي بالطاقه الشمسيه، وكذلك يعني اناره ديال البيوت، الاناره ديال يعني ديال المشاريع هكا اللي منعزله على الكهرباء. المهم خلال التجربه ديالنا الحمد لله تقريبا دابا راه حنا دايرين واحد العدد كبير ديال لي زانستالاسيون في الطاقه الشمسيه. بالنسبه للغوتور سوغ انفستيسمون، كنلقاو بانه الفلاحه داك الدراسه اللي كنديروا لهم حنا، هما كيفاجئونا بانه لوغوتور الدار عندهم قبل من ذاك الوقت اللي قلنا لهم. والحمد لله ولات دابا الطاقه الشمسيه ولات في المتناول، ولات الثمن ديالها رخيص ومتوفره، يعني ولي سوليسيون كاينين، جميع لي سوليسيون اللي طلب شي سوليسيون. انصح الفلاحه كلهم ديال المغرب يديروا الطاقه الشمسيه ويتوكلوا على الله، وراه منفعه وتحيد تلوث، ما يبقاش تلوث.